لا 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 اروح سعيد اعلان ده يلا 2500 ريال تخصم على فريق البيرق وتضاف الى فريق الشلفه. نروح الى الطاقيه الرابعه لشداد. شداد تتحدون من؟ تحدون البيرق. يلا عطنا الطواقي تحدون البيرق. اربع خمسه اثنين ايش هاوش انت ايش تبي اختار واحده اللي بالنص. يلا يا فلاح خمسه طاقيه رقم خمسه كلمه ومعنى رشيد. خلني اخلص من السؤال وابشر بوجه لك الكلام. فلاح قطع رزقي. يلا نروح للطواقي. ازعل خلصنا من الطاقيه رقم خمسه فيها كلمه ومعنى. يلا الطاقيه رقم خمسه فيها كلمة ومعنى وعلى الشاشة. أصعب الكلمات اللي موجودة بالكرة الأرضية. كلمة تصف الرجل الذي فقد أسنانه. لا ترد. صح القيمة كم؟ أربعة. يلا اعزائي المشاهدين انتهينا من الجوله الرابعه والطواقي ما باقي الا ثلاث